مرحبا بكم. هناك الكثير من الوقائع التي لم يستطع العلم تفسيرها واستمر غموضها. لا يعرف أيهما حقيقي وأيهما كذبا، لكنهما يشتركان بالغرابة نفسها. التاريخ مليء بالأشياء الغامضة، وأكثر ما يجذب انتباه الإنسان هي الحقائق والأحداث التي عجز العلم عن تفسيرها. قبل البدء بالفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. أولا، همهمة تاوس. لو كنت سمعت مسبقا صوت طنين التلفاز أو تذبذب الأسلاك الكهربائية ستدرك جيدا صعوبة ذلك على الأذن وصعوبة تبطئة ذلك الصوت. هذا ما شعر به سكان نيو مكسيكو كل يوم، حيث صرح السكان عن أصوات همهمة غريبة يسمعها بعض الأشخاص دون غيرهم في مدينة تاوس المكسيكية. كما ذكروا أن تلك الأصوات كانت تصل إليهم أقوى من صوت المصانع، وقد حدث ذلك الأمر في بلدة بإنجلترا، حيث ذكر أنهم كانوا يسمعون أصوات لطائرة تأتي عن قرب. وبعد أكثر من 20 عام على الأبحاث حول ذلك الأمر، لم يستطع العلماء الوصول إلى سبب واضح لتلك الواقعة، ولكنهم قد رجحوا بعض الفرضيات، من ضمنها إصابة السكان الذين يسمعون الظاهرة بمرض سمعي، ما يجعل الصوت يصدر في آذانهم ولا يأتي من الخارج كما يعتقدون. ثانياً، شلالات الشيطان. لا يعرف بالضبط مكان تدفق المياه من شلالات الشيطان في مينيسوتا بأمريكا، حيث أن هذا الشلال ينقسم إلى فرعين. الفرع الأول نعرف جيدا أين تذهب ماءه، أما الفرع الثاني فيمكننا أن نرى المياه حتى عمق 3 أمتار، ولكن الغريب أن بعد ذلك المياه تختفي بالكامل ولا أحد يعرف أين تذهب. كان يعتقد سابقا أن تلك المياه تتدفق إلى كهوف تحت الأرض لتختلط بمياه الينابيع الطبيعية، ولكن نتيجة للبحث العلمي ظل المكان الذي تتدفق إليه المياه غير واضح ومجهول. ثالثاً، أضواء هزداليان. لسنوات عاش الناس في وادي هزداليان في النرويج كما لو أنهم كانوا في فيلم الخيال العلمي، حيث تظهر أضواء غريبة في السماء ليلاً وتلمع بألوان مختلفة. وعلى الرغم من أن هذه الأضواء الغريبة والتي تسمى هزداليان أثبتت علمياً، إلا أنه لم يعرف سببها حتى الآن. وأخطر ادعاء حول هذه الأضواء الغريبة هو أن هناك درجة عالية جدا من النشاط الإشعاعي في المنطقة، وأن الأضواء تتشكل أيضا. إذا كانت الادعاءات صحيحة فهذا يعني أخبار سيئة للغاية بالنسبة للسكان المحليين الذين يعيشون هناك، أو هذه الأضواء هي عمل قام به الفضائيين. فما رأيكم؟ ما هو سبب هذه الأضواء الملونة؟ رابعاً، انعدام الأصابع. ربما يعد مقابلة أبطال خارقون في الحياة أمراً مستحيلاً، ولكن يمكننا رؤية أشخاص لديهم صفات خاصة. البعض منهم قد تعايش بهذه الاختلافات وتقبل وجودها، ومن هؤلاء الناس من لديهم 4 أو 3 أصابع فقط. انتشرت في فترة التسعينات ولادة بعض الأشخاص بنقص في عدد الأصابع، وهناك حالة أخرى تسمى انعدام الأصابع، وهي عندما يولد الشخص بإصبعين فقط وعدم وجود الأصابع الوسطى سواء باليد أو بالقدم. خامساً، إنسان بدون وجه. انتشرت تلك الصورة في عام 2018 واندهش معظم الناس حينها، حيث يظهر أمامنا امرأة ورجل بدون ملامح للوجه، حتى اعتقد البعض أن هناك كائنات غريبة تعيش معنا أو فضائيين. البعض الآخر رجح أن تكون الصورة مجرد فوتوشوب، إلا أنه بعد العديد من الأبحاث ثبت أنها صورة لشخصين حقيقيين. فبرأيكم هل من الممكن أن يكونوا أتوا من الفضاء؟ سادساً، اللحوت الميت. في ولاية يوتا رأى بائع للبن يبلغ من العمر 69 عاماً حوتاً في وسط الحقل أثناء بحثه عن بقرة ضائعة، وفي الحقل الذي يبعد أميالاً عن البحر لم يكن الرجل يعرف ماذا يفعل في مواجهة هذا الحوت والذي يبلغ طوله 10 أمتار.
اتصل الرجل بالشرطة وأبلغهم بمكان الحادث، معتقدا أنه ربما يكون شباب قد قاموا بمزاح لتخويف السكان. لكن الشرطة نفت ذلك الاحتمال، ولأنه لم يكن هناك أي أثر لأي مركبة يمكن استخدامها لنقل الحوت. وقالت لي داوسون رئيس الشرطة: هذا مثير للاهتمام حقا، يحدث مثل هذا الحدث في مدينتنا لأول مرة، وليس لدينا أي فكرة عن كيف جاء الحيوان من البحر إلى هنا. سابعا، سفينة ماري سلاستا. تم بناء السفينة في الأصل في عام 1861، وكان اسمها الأول أمازون. توفي القبطان الأول للسفينة روبرت ماكليلان بشكل غير متوقع بعد 9 أيام من رحلته الأولى. في 7 نوفمبر من عام 1872 أبحر الكابتن بريغز على متن السفينة ماري سلاستا الراسية في ميناء نيويورك، وكان معه زوجته وابنته الصغرى وأفراد الطاقم 8. وعندما وصلت السفينة إلى إيطاليا عند مضيق جبل طارق لم يكن هناك أي شخص بداخلها. الشيء المثير للاهتمام هو العثور على كل شيء على متن السفينة كما هو، وكانت مذكرات القبطان على ما يرام، ولكن لم يتم العثور على أي جثة. ثامنا، بركان باردربونغا. يقع ذلك البركان تحت 500 متر من المنطقة الجليدية بأيسلندا، وهو يختلف عن البراكين الأخرى من جوانب كثيرة، منها المساحة التي يستحوذ عليها، لذا يعد من أكبر البراكين في أوروبا. فقد أعلن الخبراء أن المنطقة التي تنتشر فيها الحمم البركانية لذلك البركان هي الأكبر منذ عام 1784. تاسعا، عاصفة لا تهدأ. هي ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها في العالم كله، تحدث عاصفة رعدية نتيجة تصادم الغيوم على الأرض، حيث يلتقي نهر كاتاتيمبو وبحيرة ماراكايبو في فنزويلا، وذلك نتيجة الجهد العالي على مسافة 5 كيلومترات. تستمر العاصفة 140 إلى 160 ليلة في العام، وتمضي كل ليلة لمدة 10 ساعات، ويتكرر البرق أحيانا 180 مرة في الساعة، ويحدث في المنطقة 400,000 أمبير في السنة في المتوسط، أي ما معدله 1,176,000 تفريغ كهربائي. ولذلك فإن المنطقة هي المكان الوحيد في العالم الذي ينتج الأوزون، ويمكن تتبع العاصفة المذهلة على مسافة 400 كيلومتر، حتى أن السفن تستخدم هذا البرق لتعيين الاتجاهات. عاشرا، أمطار حمراء. في عام 2001 في الفترة من 25 يوليو إلى 23 من سبتمبر، كان كل المطر الذي يهطل على منطقة كيرالا في الهند يهطل باللون الأحمر، وتحولت الفساتين البيضاء التي يرتديها عادة سكان المنطقة إلى اللون الأحمر نتيجة الأمطار. وحققت حكومة الهند في الحادث وساب المطر الأحمر، ووفقا للتقديرات تسبب في هذا الطحالب الحمراء المجهرية في المحيط الهندي. ولكن ظهرت هذه الظاهرة الغريبة في الأبحاث مرة أخرى في عام 2006، عندما قال عالمان من جامعة المهاتما غاندي وهما جودفري لويس وسانشوس كومار، واللذان كان يحققان في القضية، إن المتفاعلات النظرية التي أنشأتها خلايا خارج كوكب الأرض في الغلاف الجوي كانت تتسبب في هذا المطر. 11، انفجار تينغوسكا. حادثة تينغوسكا هي اسم الانفجار السماوي العظيم بالقرب من نهر بوتكامانايا في وسط سيبيريا، وحدث حوالي الساعة 7:45 صباحا في 30 يونيو من عام 1908. ويعتقد أن ذلك الانفجار العظيم قد حدث نتيجة صدام مذنب بالأرض أو انفجار سفينة فضائية أو سقوط طبقا طائر فوق المنطقة، وهو ما أسفر عن هذا الانفجار، والذي كان يعادل انفجار ديناميت تبلغ قوته 15 ميجاطن عن تدمير 80 مليون شجرة وتدمير مساحة قدرها 3,000 كيلومترا مربعا. ويقال أنه قد تسبب في انتشار غاز كثيف بالمنطقة، كما أحدث إضاءة قوية بالسماء ترى عن بعد بالعين المجردة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.